متابعينا الأشواق تي في، كنحييكم مرة أخرى دائما في تتبعنا الملفات وحالات إنسانية وكذلك اجتماعية. الحالة اللي معنا اليوم، أنا متأكد أن أي واحد غيتبع هذا الفيديو غتأثر فيه وغتبقى فيه، لأن الحالة اليوم ديال واحد البنية للإسم ديالها نعمة. الحمد لله كانت نعمة بالنسبة للأم ديالها، ولكن للأسف من بعد الولادة ديالها اليوم عندها تقريبا 40 يوم كتعاني من واحد ما غاديش نعتبره مرض، إنما نقدر نعتبره تشوه خلقي، لأنها تزادت برأسين للمعاناة ديال الأم ديالها. تزادت لأن الأم ديالها الناس ما فحالهمش، الناس بساطة، وملي كيتزاد عليهم المرض هنا كتصعب أمامهم المأمورية وكتصعب أمامهم الحياة. لكن إلا سمعتوا القصة ديالها كيفاش تزادت، يعني من بعد الوفاة ديال الأب ديالها، الأم كانت حاملة بها وكانت عندها فقط شهرين، توفى الأب ديالها. من بعد ما توفى هذيك الفقصة وهذيك يعني هذاك الحر ديال الموت خرج في البنية، والأم ديالها هي اللي غادا تعاود القصة ديالها. إذا اللي غنبغيو أختي نعرفوا هو فاش توفى الزوج ديالك بعدا، كيفاش يعني كيفاش توفى ديك الساعة كنتي حاملة بالبنية؟ كنت حاملة بالبنية، مات مشى لعند واحد السيد بالعود، ركب على العود ويطيح، ملي طاح تهرس لي الراس، طاح لي على الراس ديالو على الصدر تهرس، وصافي ملي مشي عيطوا ليا مشيت بقيت تنغوت وتنبكي والو صافي. ملي مشيت تفقص في هذيك اللحظه، تفقص بزاف بزاف، بكيت بزاف. يعني من مورا الوفاه ديال الزوج ديالك بقيتي كتمرضي في راسك، دخلتي في شي حاله نفسيه مشيت لي بقى ولا في ديال العصاب، تنتعصب وتنبكي بزاف. ايوا صافي تعصبت بزاف، وعندي جوج وليدات اخرين تا هما خصهم يقراو، خصهم شكون يديهم، شكون يصب ليهم، شكون اللي يديها فين، ما معايا حتى واحد عب وحدي. من بعد الوقت نهضر معك، يعني ملي كملتي 9 شهور بغيتي تولدي البنيه، الولاده كيفاش دازت عندك؟ ملي كنت حامله تمشي عند الطبيب تيقول لي عندها شي حاجه في الراس، عندها شي كيس ولا شي حاجه راه كاينه عندها في الراس. تنمشي لعند كل مره تنتبع معاه تيقول لي عندها شي حاجه، خصك تولدي بالفتيح ما تولديش عاديه. مشيت ولدت بالفتيح، ملي ولدت قال لي الطبيب خصك ضروري تولدي ديها لبني ملال. ملي وصلت داتها امي اللي داتها لبني ملال، لحقتها قالوا ليها خصك ديها لكازا. ملي غدير كازا هي ما عارفه فين تمشي، وما عندها حتى شي حد اللي تجي عندو لهنا. ملي غتخرج من السبيطار ما كاينش، غنمشي للزنقه، كانت باقا ما عارفاش هاد البنت اللي كاينه هنا. وملي مشات دابا حنا جينا من تما لكازا، جينا ما جيتي مدينه الدار البيضاء، ما عارفه والو، ما عارفه فين تمشي، ما عارفه فين تخرجي، ما عارفه فين نمشي، ما قاريه ما والو، ما عارفه حتى النمره ديال التليفون ما تنعرفهاش. ولكن ملي جيت دابا انا صت هاد البنت هنا وليت تنجلس عندها حتى تمشي معايا، هي قالت توقف تهضر مع الطبيب، انا ما تنعرفش نهضرتها مع الطبيب، ما فاهمه والو. شنو الطبيب بالنسبه للطبيب شنو كيقول لكم على الحاله ديالها؟ الطبيب قال لي خصها تبعي معايا، غادي ندير لها عمليه هنا في الطبيب في السبيطار ديال المخزن. ملي جيت للسبيطار ديال المخزن قال لي صافي صوبت لي الدوسي، قديت ليها كلشي، قال لي سير تنعيط لك. كمل شهر عيط ليا قال لي صافي جيب هاد النعس، نعستها نعس نهار الغد، قال لي سير غادي ندير لها العمليه على حساب الجمعه. نهار الجمعه قال لي ما صناش ليها البلاصه في الانعاش، خاصك تصبري حتى الاثنين ولا، وهي ما فيهاش ما يصبر حتى الاثنين. دابا انا هزيتها على الطبيب، مشيت لعندو قلت لي عطيني الدوسي غادي ندير الكلينيك، وانا غادي ندير الكلينيك. الطبيب قال لي غادي نوقف معاك اللي في ديال المخزن. قلتي انا ما يعني ما قادرش تصبر حتى الاثنين، واش داكشي اللي عندها في راسها كيضرها كيوعتها؟ عذبتني فاش نبغي نبدل ليها، هي شعده دابا 40 يوم وما عمرها ما شافت الماء، ما تنعقمهاش، كي غندير تنعقمها غتعذب، وانا تتعذبني بحالكم. ما عنديش ليا شي ديال السوق باش نجيب الخضره ولا شي حاجه، تنمشي راسي هازه بحالك، خاصني نطلب شي مرات شدها ليا تنجهز الخضره. وهي بالنسبه للحاله ديالها عاديه، ما يعني ما كضر، ما كتغوت، ما كتبكي، ما والو، بدات تغوت. واني ما عرفتش انا اش غتقول لي، ضراني شي حاجه ما عرفتش، ضاره ولا ما ضرهاش، ما غاديش تقول لي واش ضرني ولا لا، ولكن راه معذبه ومعذبه هي في الهزه اللي بغيت نهزها. الا بغيت نبدل ليها تتعذبني بزاف، يعني حتى قلت شي تقلت شي حتى هي كتصعب. كون عندي الفلوس ما نجي لهنا نبقى ندور في السبيطارات، غادي نمشي نيشان لكلينيك، ولكني ما عنديش فلوس، ما عنديش اللي يخدم عليا حتى البلاصه. دابا البلاصه يعني في الانعاش من المستشفى بعدا اللي ما لقيتوش فيه البلاصه بنورشت، واه بنورشت ما لقيتوش فيه بلاصه، ما صناش فيه بلاصه ولا ما صناش. شنو غديري دابا؟ دابا غادي ندير لكلينيك، نهار اثنين ندير لكلينيك، غادي نشوف شحال يقول لي الثمن، ونطلب المحسنين تعاونوا معايا، وغادي ندير الكلينيك باش ندير لي العمليه. داكشي اللي كاين بالنسبه للعائله ديالك، كاين شي واحد واقف معاك معاونينك ماديا يعني بالفلوس ولا لا؟ كاين اللي عاونني بالفلوس، الوالدين ديالي ما عندهمش، عاد يوقفوا معايا تيمشيو معايا وتيجيو، هما باش تقول لي عندهم شي فلوس يعطوني ما عندهمش، حتى هما بحالي، حتى هما بحالي ما عندهم والو، عندهم غير الله، ما عندنا حتى حاجه. دابا يعني لما انت قلتي غادي ندير الكلينيك، كلينيك توا راه فيه مصاريف، راه فيه مصاريف، وحتى الثمن يعني الا كان الثمن غيكون ثمن غالي.
نطلب المحسنين يتعاونوا معايا داكشي اللي كاين تيعيطوا لقى الناس وانا قال لي غنتعاونوا معاك عاد ديال الكلينيك حنا نتعاونوا معاك يعني الحمد لله بعدا كاين ناس بعدا باغيين يوقفوا معاك وباغيين يتعاونوا معاك الناس في برا وكاينين هنا تيتعاونوا معايا نطلب نسولك يعني بعيد على البنيه ديالك من بعد ما توفى الزوج ديالك هو يمكن لك كان كيخدم ويمكن لك كان كيصير كيفاش ولات عندك الحياه انت كيفاش ولات عندي الحياه تيتعاونوا معايا على المحسنين اللي قراب ليا تما هما اللي تيتعاونوا معايا هما اللي تيعطوني وما ديك تبع ديك ديال الارمله باقا ما خرجت ليا حتى حاجه تنمشي تقول لي ما خرجت لك حتى حاجه خاصك الا بغيتي تدير فلوس تخرج لك واحد البراد شحال من شهر هذا باش مات وبقى ما خرجاتش ليا خرج مات وقف شهر 8 ومازال ما خرجت ليا حتى حاجه دفعتي باش تاخذي البطاقه ديال الارمله باش تولي تخلصي زعما شهري زعما على الدراري واني ما تخرج ليا حتى حاجه ما عرفتش علاش حتى ما خرجتش الوليدات الاخرين الحاله ديالهم كيفاش دايره الوليدات الاخرين تيقراو ملي تنمشي دابا تنخليهم تيتلفوا على القرايه ما كاينش اللي معني يوقف معاه يعني ما عندكم حتى شي واحد ما عندناش حتى شي واحد دابا وليداتك موحل كيمشيو حتى للمدرسه الله يصب وليداتك محال كيمشيو حتى للمدرسة تيمشيو تنطلب واحد المرة تدي من المدرسة ديالي مقابلة عملية وديك المرة ما عندهاش حتى التليفون باش نعيط ليها يعني ما عرفاش شنو واقع دابا تما في الدار ما عرفها والو ديك المرة دابا ما عندهاش التليفون ولا بغيت نعيط ليها ما تنسيبش كي نعيط ليها باش نسول عليهم شحال من يوم ونتي هنا دابا في الدار البيضاء جيت لهنا نهار الأربعاء اللي جيت لهنا يعني من الأربعاء ما عرفتيش وليداتك اللي تما شنو عندهم واش كلاو ما كلاوش واش نعسوا واش ما فاقوش ما عرفتهم شنو عندهم يعني وتل يعني انسان اللي كتكون عنده قله الشيء والبعد يعني من قلتي من بجعد ال 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 ساكنه في تادلا الهل ديالي فيه بجعد واني انا ساكنه في تادلا من تادلا لمدينة الدار البيضاء يعني راه واحد الطريق بعيده وما عندوش انسان ما عندهاش تليفون وما عندهاش حتى هي ما عندهاش بحالي حتى هي ما عندهاش باش تكون معاهم ولا على الجيره اللي تعطيهم باش تاكل باش ياكل هو موجه من بعد ما تشوف الزوج ديالك عيتي عييت بزاف عانيت بالمشكل اللي عندي وكملت لقيا هذه اللي تزات بحال هكا هو مكتب ديال الله سبحانه وتعالى ما عندك ما دير ولكن كما قلت لك ملي كيتجمع المكتب مع قله الشيء هو اللي كتصعب بزاف كنشوف دابا انت كتعاودي وكتبكي يعني ماشي بحال هازه شي حاجه في الداخل ديالك هز الهم بزاف انا الهم صعب عليك ملي ما طراش بزاف صعيب باش تحملي المسؤوليه ديال الاولاد وديال كل شيء ديال السوق ديال وقلت الشيء تكمل الله يحسن عوانك يا لاله اذا متابعينا كيف ما تبعتوا دموع ديال هاد الام وهاد السيده هادي يعني كيف قلت لكم يعني بعد الوفاه ديال الزوج ديالها عانات وقاسات لان كتعرفوا ان الزوج هو الركيزه الزوج هو الراجل ديال الدار المراه ما كتكونش عارفه بزاف د الحوايج كيفاش تحمل المسؤوليه كيفاش تهز الاسره ديال انا الزوج كيكون ولا الراجل بصفه عامه في البيت كتكون عنده واحد الدور مهم ملي كيمشي كتولي الام عندها دورين كتولي خاصها تكون الام ربات البيت وهي الاب وهي كلشي هادشي اللي كاين المراه وتكون راجل منها مراه ومنها راجل خاصها مع ورقه للمدرسه خاصك تمشي تجيبيها وما عارفاش فين تمشي كون كنت قاريه باش نمشي نشوف ماني ما قاريه ما عارفه حتى حاجه انت قديتي تكوني ام وراجل في الدار واش غندير ملي غادي نكون بيما انا شكون اللي غيوقف معاهم ما كاينش اللي غيوقف مع الولاد الا ما وقفتيش معاهم يعني شنو الرساله اللي تبغي تطلبي من الناس من المحسنين من المغاربه خوتنا حتى هما اللي غاديين يعاونوك وما غاديش يبخلوا عليك شنو تبغي تقولي لهم تنتمنى منهم تنشكرهم بزاف وبغيتهم يتعاونوا معايا راه ما عنديش عادي راه عندي جوج وليدات اخرين ما اللي ما قريتهمش اش غادي يديروا يبقاو يدوروا في الزنقه خصهم يقراو الا ما قراوش راه ما عندهم حتى حاجه خصهم باش ياكلوا باش يقراو باش يخرجوا باش اذا متابعينا كيف ما تبعتوا القصه ديال هاد الام هادي والمعاناه ديالها مع وليداتها والمعاناه زادت صعبت ملي كيولي المرض وقلت الشيء كنتمناو اي واحد تبع القصه ديالها يساعد الابنه ديالها لان مازال مسكينه عندها 40 يوم مازال ما عارفه والو الا زاد حتى كبرات يعني وبقات على هاد الحاله هادي تقدر تعقد تقدر الله يسر يعني تمرض يعني من القدام تقدر تمرض نفسيا اذا كنتمناو انا اي واحد شاف الفيديو لان احنا املنا فيكم من بعد الله سبحانه وتعالى من المغاربه من داخل ارض الوطن ومن خارجه يوقفوا مع هاد السيده ويتساعدوا معها لان محتاجه انها دير العمليه للبنيه ديالها لان ما يمكنش ان غدا او بعده تعيش بنيه براسين شي حاجه اللي هي صعيبه شويه وثقيله على القلب ديالها ولا كذلك على الام ديالها كتشوفها في هذه الحاله وهي ما لاقي ما دير ما عندها جهد اذا كنتمناو املنا فيكم كيف قلت انكم توقفوا مع هاد السيده وتعاملوا معها وحنا